نحييكم متابعينا عبر قناتنا عبد الواجد يوتيوب ليحول طقس مرة اخرى نعود اليكم من جديد وهذه النشريه الجويه الخاصه لبعض المناطق المعنيه ببعض الزخات من الثلوج على المرتفعات والقمم الجبليه ان شاء الله وهذا بداية من يوم الاثنين التاسع من شهر جانفي الفين وثلاثة وعشرين اذن متابعينا الكرام على بركة الله وكل شيء بيد الله متابعينا الكرام بعد التاكد من النماذج وما تعطينا هي النماذج من حين لاخر بعض الثلوج مرتقبة على مرتفعات الاوراس ولاية باتنا مرتفعات ايضا الصيف مرتفعات الزي وزو مرتفعات ايضا البويرة ومرتفعات لمدية وعين الدفلة خلال فترة ما بعد الظهيرة والمساء ان شاء الله بعض الثلوج ايضا التي ستكون على شكل زخات ايضا على مرتفعات خنشلة وأيضا مرتفعات ولاية ميلا إذن الثلوج ستكون كما قلنا دون تراكمات على شكل زخات إن شاء الله الرياح أيضا ستكون في المواد رياح قوية على المناطق الساحلية الغربية الوسطى وأيضا الشرقية وشمال الصحراء والواحات تحية طيبة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته